أربع شلاشيب. تورنيدو. تورنيدو مش بس بيبقوا عايزين يسهلوا لنا حياتنا جوه البيت بأجهزتهم المحترمة اللي بكواليتي عالية أو بجودة عالية، لا كمان تورنيدو من الشركات اللي دايما بتراعي حاجة مهمة قوي، لما بتلاقي الحالة الاقتصادية زي ما بنقول فيها مشاكل في العالم كله، أو مش في مصر، العالم كله في حالة اقتصادية مش حلوة، وفي نفس الوقت الناس مش هتقدر تستغنى عن الأجهزة في بيوتنا، من أول التلاجة، المروحة، المكوى، الخلاط، الشاشات، التلفزيون، السخان، الكلام ده. فتورنيدو قرروا ان هم يعملوا أوفرز على كتير قوي من السلع أو المنتجات اللي موجودة عندنا في البيت، ان احنا نقدر نوفر فلوس واحنا بنشتري السلعة دي أو الحاجة من تورنيدو. هقول لكم دلوقتي تورنيدو عامل ايه، وهيخليكم توفروا فلوس في حاجات كتيرة قوي، بما ان احنا دلوقتي كتير قوي عايزين يتسوقوا، كتير قوي من العرايس بيجهزوا البيت، وكل زي ما بقول جنيه هيفرق معاهم لو اتعمل لهم ديسكاونت او لقوا اوفر او لقوا تخفيض او هياخدوا جهاز مع جهاز، كل الكلام ده بيفرق كتير. وزي ما قلت مرة تانية وتالتة ورابعة، تورنيدو مش بس بيهتم إن هو يقدم لنا منتج بجودة عالية، هو كمان بيهتم بجيبنا، بالمحفظة اللي جوه الجيب عندنا إنها ما تخلصي، لا هو عايز يوفر لنا على قد ما يقدر. فتعالوا نشوف كده إيه الأوفرز اللي تورنيدو بيقدمها في كل الأماكن اللي بتبيع منتجات تورنيدو في جمهورية مصر العربية. طيب هنبتدي بحاجة المطبخ هنا و المضرب، مضرب البيض تورنيدو لا غنى عنه، واحنا بنعمل كيكه واحنا بنعمل التورت واحنا بنضرب حاجات كتيره قوي، مضرب تورنيدو هنا في ده اللي بيعمل لنا الشوربه، بيقلب لنا الشوربه، عليه اوفر ونازل في السعر، مش هقول لكم، خليها مفاجاه، روحوا وشوفوا بنفسكم الاسعار، هتتخضوا، هتشوفوا كل حاجه بيفور اند افتر، قبل وبعد الخصم هتبقى كام. عندنا كمان بما ان احنا الايام دي عمالين نشجع الناس ان هم يعملوا عصاير في البيت عشان يزودوا المناعه ويزودوا الفيتامين سي، ورغم ان مثلا العصاره دي من ساعه ما حتى ما اعلنا هنا انا ومنى صباحي وعملنا بيها كميه عصاير كتيره قوي في البرنامج، كل البيوت بقت عايزه تعمل العصاير بعصاير التورنيدو. فتورنيدو رغم ان في ناس كتير قوي بتشتريها، قرر برضو ان هو ينزل في سعر العصاره، هتلاقوا سعرها نزل بقى سعر في متناول كل الناس، عشان كل الناس تقدر تعمل عصاير وتزود المناعه الخاصه بيهم. ممكن يعني مع احترامنا طبعا لكل البراندز التانية، بس ممكن براند تاني لما يلاقي زي ما نقول كده الحاله، زي مثلا بتوع الماسكات، لما كل الناس عايزه تجيب ماسكات في بعدهم غلى الماسكات، احنا هنا عندنا العكس، تورنيدو لقى الناس عايزه تشتري العصاره علشان تعمل بيها عصير عشان تفيد صحتها وتفيد ولادها، ما قالوش لا احنا هنزود، ما كده كده الناس هتنزل تشتري العصاره، لا ده قللوا في سعر العصاره، والف سلام وتحيه ليهم على الفكر الراقي اللي هما بيقدموه علشان الناس ما تتعبش وتشتري حاجات باسعار غاليه. بعد كده عندنا هنا العجان، العجان اللي هو انتوا دايما بنستخدمه عندنا، وبالذات اميره فهمي ما بتقدرش تستغنى عنه لانها دايما بتعمل عجائن وبتعمل كيك، فهنا العجان اللي هو طبعا هنا في اوبشنز كتيره قوي، تورنيدو نزل في سعره. تعالوا بقى نوريكم مفاجاه برضو من مفاجات تورنيدو. عندنا هنا العجان اللي هو 1200 وات من تورنيدو ومحضر الطعام، لو اشتريتوا الاثنين مع بعض، طبعا هنا بقى العجان في ايه بقى؟ ده في عجان وفي خلاط وفي مفرمه اللحمه، وفي هنا اللي بتقطع لنا الحاجات الخضار، وفي الثانيه اللي بنعمل بيها هنا هو البيتي فور واشكال البيتي فور، يعني انتوا عارفين ده في كميه اوبشنز غير عاديه. ولو اشتريتوا معاه محاضرة الطعام تورنيدو اللي هي 1000 وات ومعاها برضو الخلاط ومعاها هنا هو المطحنة الصغيرة، الاتنين مع بعض
هتاخدوا ديسكاونت كبير قوي، مش هقول لكم برضو عليه. روحوا الاماكن اللي بتبيع حاجه التورنيدو، هتلاقوا السعر غير عادي للعروسه اللي بتجهز كل الحاجات دي ونفسها تبقى عندها في المطبخ، هتلاقي انها هتوفر فلوس كتير قوي. طيب كده اتكلمنا عن الحاجات اللي بنستخدمها جوه المطبخ، تعالوا نشوف اخبار شاشات تورنيدو ايه. وطبعا شاشات تورنيدو انتوا شفتوا عندنا خلال شهر رمضان الكريم كان في 30 شاشه مقدمه من تورنيدو للناس اللي بعتوا لنا الفيديوهات الخاصه بيهم هم بيستخدموا اجهزه تورنيدو عندهم في البيت، وكل يعني كان في 30 شاشه مع لومد تورنيدو. ف والناس الفترة دي قاعدين عمالين نشجعهم يقعدوا في البيت وعايزينهم يقعدوا يتفرجوا على شاشة تكون حلوة، ألوان حلوة، صوت حلو، بالحجم اللي احنا عايزينه، الشاشة بالحجم اللي احنا عايزينه. ففي ديسكاونت على أغلب شاشات تورنيدو، عندنا شاشة تلفزيون تورنيدو الـ 4K سمارت الـ 58 بوصة معها ريسيفر سعرها نزل، عندنا كمان شاشة تلفزيون تورنيدو 50 بوصة سمارت ال HD فول HD وفيها ريسيفر سعرها نزل، عندنا شاشة تلفزيون تورنيدو 43 بوصة سمارت فول HD بالريسيفر سعرها نزل، عندنا شاشة تلفزيون تورنيدو 43 بوصة فول HD مع ريسيفر سعرها نزل. كمان مفاجأة إن اللي هيشتري شاشة تلفزيون تورنيدو 4K سمارت 65 بوصة وفيها ريسيفر زي اللي عندي هنا في الريستورانت هياخد معاها شاشة تانية، شاشة تلفزيون تورنيدو 32 بوصة HD، يعني هتشتري ال 65 الضخمة الكبيرة جدا هتاخد معاها شاشة 32 وديسكاونت كمان، يعني الشاشتين ومعاهم ديسكاونت، ودي حاجة رائعة. طيب سخان تورنيدو الغاز اللي ما نقدرش نستغنى عنه ولا في الصيف ولا في الشتاء بكل الأوبشنز اللي فيه، هو طبعا سخان 10 لتر بكمية أوبشنز كتيرة جدا، هيكون برضو عليه أوفر أو عليه عرض، هتلاقوا سعره نزل كتير. تعالوا بقى نخش على التلاجات، وإحنا في عز الصيف و ما بنقدرش نستغنى عن التلاجة ولا على الفريزر، وبنبقى دايما عايزين الفريزر اللي نحط فيه اللحوم، الفراخ، الايس كريم، كل الحاجات دي بنبقى ضامنين ان هو هيحافظ لنا على اكلنا، وبنبقى برضو عايزين تلاجة ساعتها كبيرة ونحط فيها الاكل كده ونبقى واثقين ان التلاجة هتحافظ لنا على الاكل بتاعنا، رغم ان برضو دايما في فصل الصيف بيبقى فيه اقبال على التلاجات، بيبقى في اقبال كمان كبير على المراوح، الناس ما بتقدرش تستغنى عنهم. ف تورنيدو عامل اوفر، والاوفر هو اللي هيشتري ثلاجه تورنيدو 2 باب 450 لتر هياخد معاها مروحه ستان تورنيدو 16 بوصه، يعني هتشتري الثلاجه هتاخد معاها مروحه، ده غير ان الثلاجه هتلاقي سعرها نزل، من كان سعر نزل سعر تاني. التلاجة الأصغر منها اللي هي تلاجة تورنيدو نو فروست 386 لتر هيبقى معاها سعرها هينزل، وهتاخد معاها وانت بتشتريها مكوى بخار 1800 وات من تورنيدو. فكده دي الأوفرز اللي تورنيدو هتلاقوها دلوقتي في كل المنافذ بيع وكل المعارض اللي بتبيع أجهزة تورنيدو، خشوا واسألوا على الأوفرز دي، بالذات طبعا الأوفرز دي لأي عروس أو عريس بيجهزوا البيت، يعني لو محتاجين تلاجة هياخد معها، هيروح ماخد معها المروحة ومعاهم ديسكاونت، محتاجين شاشة كبيرة هيروح ماخد معها شاشة أصغر مع ديسكاونت، محتاجين حاجات المطبخ هياخدوا الحاجات عليها ديسكاونت، في الآخر ممكن يلاقوا إنهم وفروا رقم كبير قوي قوي. بشكر تورنيدو على الأوفرز اللي عملوها، وزي ما احنا واثقين في تورنيدو كمان تورنيدو دايما بيكون واثق في المستهلك الخاص بيه، فالثقة المتبادلة دي حاجة أنا بالنسبة لي مهمة جدا. طيب خلونا ناخد فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم ونكمل مع سكان الشارع، خليكم عندنا لو سمحتوا.
سلام. النهارده معايا اسم في الحقيقه من الاسامي المهمه جدا بالنسبه لي في عالم المجوهرات. انا شخصي بيتابع كل حاجه جديده في العالم بتحصل في كل المجالات تقريبا، وفي ناس كده بتشدني من كتر ما هم عندهم الكرياتيفيتي او روح الابداع بلا حدود زي ما بنقول. قابلتها يمكن من سنتين او سنتين واكتر، واول ما شفت حاجتها حسيت، قلت ايه الحاجات الغريبه دي، وايه العقل ده، وايه المخ ده، وايه المذاكره دي. ما هو برضو المبدع لازم يذاكر، ولازم يقعد يشوف ثقافات مختلفه وحضارات مختلفه وعصور وازمنه مختلفه، الناس كانت بتلبس ايه وبتعمل ايه، ولازم يكون عنده درايه بحاجات كتير قوي. يعني الديزاينر او المصمم او المبدع لازم يكون عنده درايه بكل حاجه في الكون حواليه عشان يبدع، سواء بقى هيبدع في قماشه، هيبدع في ذهب، في نحاس، في حجر، في تمثال. لازم يبقى عنده درايه وعينيه بتشوف كل حاجه، وكل ده بيتجمع كده جوه مخه ويطلع لنا حاجه جديده وحاجه حلوه. فالنهارده زي ما قلت لكم معايا ديزاينر من الناس اللي تستاهل لقب الديزاينر، المصممه الفنانه، لان حاجتها من ابداعها ما بتقلدش حد. وبضحك قوي لما حد بيقلدها في الحقيقه، لان اللي بيقلدوها بنشوف الحاجات بتطلع في الاخر حاجه مسخه، مسخ ودايما كده. وبستغرب برضو لما حد يقول على نفسه مصمم او ديزاينر وهو ما عندوش فكر، ما عندوش فلسفه، كل فلسفته ان هو يخش على صفحه ديزاينر اخر يشوف هو عامل ايه ويبتدي يعمل كوبي بيست، كمان بخامات في الغالب بتكون مش حلوه، فبتطلع الحاجات مسخ. ما علينا، خلينا نفرح بالفنانه اللي معايا النهارده، وخليني مره تانية ارحب كده بيها، استاذه هبه النادي، مصممه الحلي والمجوهرات وصاحبه مشروع ومؤسسه مشروع بكيزه هانم جولري. اهلا بيك. اهلا يا شريف، منوراني قوي. شكرا شكرا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. بصي، وانا بقدمك دلوقتي انت يعني المفروض اقول عليكي كلام اكتر من كده بكتير، عشان انا بكون مفتقد شويه الناس اللي بتبدع، وبكره قوي الناس اللي بتقلد. فانت مبدعه، فانا شفتي وانا بتكلم بقول المبدع لازم يقرا كتير، يشوف كتير، يبقى كل حاجه بتحصل في الكون كده من اول الطير لغايه النبته اللي بتطلع يكون مراقبها، صح، عشان يعرف يطلع حاجه مختلفه. احكي لي انت بتعملي ايه في حياتك علشان تبدعي؟ انا كل حاجه فيها فن بحبها، المعمار، الافلام، السينما، الكتب، كل حاجه فيها، يعني الطبيعه، اي حاجه بشوفها بحاول ان انا اترجمها لحاجه تدي حياه وروح للي هيلبسها، لان القصه كمان او الحاجه اللي انت مستلهم منها الحاجه دي بتتنقل بروحها للقطعه. وبيكون اعتمادي كله انه لانها بتكون معتمده على مصادر تاريخيه او مصادر طبيعيه او حاجات فنيه، فالقطعه ممكن تقعد سنين طويله. يعني احنا حتى في حاجات في شغلنا ممكن نستخدم قطعه في حاجه كانت بتستخدم في الاربعينات من الزمن، وبعدين حاجه تلبس تاني دلوقتي، ممكن ست في اعمار مختلفه بيلبسوا الحاجه. فهي الحاجه يعني كل اللي بيحركني الشخصيات بتاعه الناس. حتى انا عندي لاين كده كله ستات، من شخصيات الستات، مش اللي هو انا بعمل شكل ست جميل وخلاص. ايه لاين الستات ده؟ انا مش عارف. اللاين كل يعني لاين كده، زي في عندنا سلسله هنا معانا على شكل ست كده، في بقى شخصيات كتير. واحده انا دي؟ مش شايفاها كويس. دي المراه الحالمه مثلا او كده. حليمه ولا الحزينه؟ لا مش حزينه، ما ساعات الناس بتفتكر ان حد حزين ممكن يكون بيفكر عنده احلام. اوكي، مش عارفه ليه ادت انطباع حزينه عشان بصل تحت مثلا. بس أوكي. يعني وهي حتى شعرها او دماغها فيها دقدقه كتير، اللي هو يعني حتى التكنيك اللي احنا بنستخدمه مش مجرد ان هو نقل الشكل وخلاص، هي بتفكر، هي عندها بتحلم، عندها حاجات. ففي بيترجم حتى في، والصنايعي بيعمل الشغل، وانا كمان صنايعي على فكره، انا بعمل الشغل بنفسي. انت بتعملي كل شغلك بنفسك؟ لا مش كل، انا معايا صنايعيه فنانين، لان مش اي صنايعي، لان كل حد دلوقتي ساعات بيقول على نفسه صنايعي. لا، الصنايعي ده بيكون فنان وبيكون فاهم القطعه، يعني من اول ما بيشوفها معايا على الورق
بيقول لي الله دي هتطلع حلوه قوي، وانا عارف انك ممكن تعمليها بكذا، يعني بيكونوا فاهمين. وانا كمان قبل اصلا يعني من اول ما بدات خالص، انا علشان اعرف اعمل حاجه كويس او انفذ افكاري كويس، انا نزلت في الورش وتعلمت ازاي اشتغل، يعني لو ما فيش حد يشتغل انا بشتغل بنفسي. طيب انت في كتير في الاوان الاخيره بيقلدوا حاجتك حقيقي، وانت بتزعلي ساعات بزعل من اللي بيشجعوهم، لكن لا ما انت حتى لو ما بصي انت دلوقتي المفروض تتبسطي. انا شخصيا لما بس لما ببقى عامل برنامج والكونتنت بتاعي بيتقلد او ببقى في قناه وامشي فيفضلوا محافظين على شكل الكونتنت اللي انا اخترعته، ببقى مبسوط جدا وفخور بنفسي جدا، لان انا ببقى شايف الفرق ده. صح. مش غرور خالص، بس احنا بنتعب على الحاجه وبنعمل مجهود. بعد كده لما بتتقلد انا رايي ان انت تبقي مبسوطه مش متضايقه. صح، مش كده؟ بحاول، انا ما بزعلش خالص يعني مؤخرا، بقيت اتبسط لانه وبعدين احنا اصلا كمان يعني مثلا انه لما حد بيجي يقول لي فلان قلدك، انا اصلا ما ببصش يعني لما حد بيجي يقول لي فلان قلدك او هم اللي بيقلدوا بيبعتوا لي على الاكونت البيرسونال بتاعي يقولوا لي احنا مقلدينك اهو بتاع، هو نفسهم ان انا يعني ده البجاحة دي، انا هو نفسه يعني. بس انا عامه العميل بتاعنا هو عارف شغلنا، ويعني لحد دلوقتي مهما تقلدنا مهما حصل عندنا ويتنج ليست دايما مستنيين الشغل بتاعنا جوه مصر وبره مصر، فهم مش مقصرين عليا خالص. ساعات الواحد بيزعل من الناس اللي بتشجعهم، فاهم قصدي؟ فين بس كده. طيب احكي لي الخامات اللي انت حباها وبتستخدميها دايما. انا دايما بستخدم النحاس، انا بحب النحاس جدا. المطلي ذهب. والنحاس نفسه هو دايما بيطلي، انا دايما بطليه ذهب سواء مطفي او لامع. كانوا طلعوا عليا اشاعه ان انا حاجتي حلوه علشان هي بستخدم الذهب المطفي، فلامع هو راك كتير كتير وهنا كتير لامع. كتير. طب انت ليه بتطليه ما تسيبيه يطوص؟ ما بيطوصش على فكره. لا ما النحاس بتاعنا يعني، لا ما انت في نوعيه نحاس بتطوص. ما بستخدمهاش دي. ليه؟ لا طبعا، لانها بتفرق، حتى لو اطلت بتفرق في الشغل. والله هي ليها شغلها. أوكي. يعني ليها حاجتها، بتبقى عامله زي مثلا ايه الفضه المصريه القديمه، ببقى ليها ستايل معين، ده مش ستايلي يعني. فهمت. ده مش الستايل اللي انا ماشيه بيه في الشغل بتاعي. بس فما بستخدمش ده. هو حلو جدا طبعا، وفي ناس بتعمله وبتبدع فيه جدا وبيستخدم كمان. انا عندي في البيت حاجات، انا بحب النحاس جدا، حتى النحاس ده عندي في البيت، حاجات على الترابيزه، الجرامافون بتاعي. أيوة. كله نحاس. النحاس بيبقى ليه ريحه كمان ساعات. صح طبعا، النحاس معدن اصيل يعني، غير الحديد، غير حتى لما كان بيقول لك في وقت انه الناس لما تيجي تخطب بعض، في حديث عن الرسول بيقول لك لو بختم عليه الصلاه والسلام ولو بختم من حديد. فحتى انت بتيجي تسال ليه مش نحاس، يقول لك لان النحاس غالي جدا. النحاس فعلا غالي جدا، هي المشكله بس ان هو موجود منه مخشوش. زي ما الفضه غاليه وموجود منها مخشوش. صح. زي ما الذهب غالي وموجود من الذهب مخشوش. صح. عشان كده اي حد بيعمل تيست الذهب حتى لو هو مختوم. صحيح. طب احكي لي عن الكولكشن بقى كده. هو انا اصلا ما بعملش كولكشن، انا ماشيه كده بدماغي، الحاجه اللي بتطلع بقوم جاي عاملاها، فالسنه بيطلع فيها حاجات كتير جدا. بس عندي يعني خطوط ثابته يعني، والجديد عليهم اللي هو المغربي اللي هو زي اللي انا لابساه دلوقتي. دي النجمه دي بيستخدموها في الحمامات، مش الحمامات بتاعت البيوت. الإشاني. لا مش الحمامات بتاعت البيوت، هما في المغرب عندهم حمامات كبيره الناس بتزورها. بيستخدموه في الحوائط وبيكون لونه فضي. اللي هو زي حمام التلات. صح، حاجات كده. بس هم عندهم مشهوره بيها، وبتكون حتى في الفنادق، ودلوقتي بتستخدم في المعمار في الفنادق من التراث المغربي. حتى هم بيسموها هناك زليج، لانه بيبقى في بيمسك في يعني ممكن تسند عليه بيمسك كده، ما بيزحلقش. وهنا في مصر في المنابر عندنا وفي المعمار بتاعنا النجمه دي برضو يعني موجوده من وقت العصر المملوكي. حتى انت عندك قمصان برضو من حد مصري كنت لابسها في وقت عليها نفس الاسراء ديزاين ده. بس الف ونون اسراء فتحي. صح. بالزبط. طيب ايه بقى دي؟ دي برضو من المعمار المغربي، وانا عملتها. الطقم ده اسمه بريف، انا عملته علشان اسمه بريف، من اللي هو كنت شفت حاجه كرتون كده ده الاسم، فلما جيت اعمله عملت الكفس بتاعه المحاربين اللي هي الكبيره، ودي اللي بتلبس على الرقبه بتاعه المحاربين اللي هي بتحمي المحارب. انا عندي برضو الحاجات انه لازم نكون محاربين ولازم طبعا احنا محاربين. طيب
احكي لي كمان، هنا في كولكشن الحاجات المصري الـ القديم. هنا انت عاملاها برضو اهو، دي حتحور آلهة الحب، كانت آلهة الحب والموسيقى والجمال. ده حلق كبير. وفي منه بروش كمان بس هو مش معانا علشان في محجبات ما بيعرفوش يلبسوا الحلق. اوكي. وهنا في برضو الطقم ده، ده عين حورس مع مفتاح الحياة. زي البروش اللي انت جبتيه لي النهارده، بشكرك عليه وانا لابسه. البروش ده في منه حريمي ورجالي، الرجالي اللي انت لابسه، والحريمي بيكون لونه نفس اللون ده. اوكي. طب احكي لي عن البراند باكي، اشمعنى باكيزا قلتي لي؟ وانا صغيره اتأثرتي بباكيزا وزغلول؟ لا، كنت بحب اللبس جدا جدا جدا، يعني لدرجه ان انا كنت مش عايزه اقلعه عشان انام ويتبهدل، يعني وشكلي يتبهدل، فكنت بنام بيه ويقلعوني بعد ما انام وانا بيبي خالص يعني. فطلع عليا الاسم ده الباكيزا وكده. بس فلما كبرت سميت الشغل، وكان في شويه ناس يقول لك خلي اللبس ينفعك، فباكيزا هو الاسم باكيزا. كمان نفعني اهو. باكيزا. تمام. باكيزا هاني. طيب خليني اتكلم عن الكولكشن برضو اللي ورايا هنا، الفراشات انت عامله الفراشه كانها بتطير بجد. يعني الاجنحه فيها انسيابيه كده، تحس انها الفراشه بتطير. عشان بجد. حريه الفراشه والانطلاق. اوكي. وهنا الحلق انت عاملاه ذهبي في فضي. ذهبي فضي والاثنين بيلمعوا، والاثنين بص مش الذهب المطفي هو اللي عامل لنا الشغل. اوكي. واخر حاجه تحت هنا برضو الورده مع اللولي، اتس كلاسيك. فيها في ناس كده زي ما بيقولوا الفرنساويين، فيها رقه بالظبط. وهو كمان اللولي يعني بيدي رقي وشياكه جدا يعني، وحتى هو في المجوهرات الملكيه دايما في البروش بتاع الملكه تلاقي فيه لولي، العقد دايما لولي. طب احكي لي انت في حاجتك، في طبعا انا عارف كتير من الممثلات في مصر بيلبسوا من عندك، وفي بعض الاعلاميات المذيعات بيلبسوا برضو، بشوفهم ساعات من عندك، زي استاذه حبيبتنا صاحبه السعاده استاذه اسعاد يونس، مدام اسعاد، وانا بشكرها ان هي يعني لبست من عندي، وان هي ادتني الحق ان انا استخدم الاسم، لان هي اللي كاتبه شخصيه باكيزا اصلا. وعشان حتى في سلوجن هي بتقوله خليكي شيك زي باكيزا وجدعه زي الزغلول. فان احنا نشتغل ونكون جامدين قوي ما يمنعش ان احنا نبقى شيك وشكلنا حلو. بنبعت لمدام اسعاد يونس صاحبه السعاده الف سلام وتحيه من 4 شارع شريف. ربنا يديك الصحه يا قمرايا، وي لاف يو. طيب وعارف برضو في بعض البرامج انت بتلبسي المذيعات فيها. بشتغل مع هادي واستاذه شريهان. هادي وشريهان كان في برنامج قبل كده اللي هو فؤون، اللي هو كان كلام ستات. وكملت معاهم بعد كده مع استاذه شريهان ابو الحسن في راجل واتنين ستات. وفي كمان برنامج قلوب عامره مع دكتوره ناديه عماره. طبعاً. يعني حتى حاجتنا كمان على المحجبات وكل حاجه. شيك قوي. شيك جدا جدا استاذه ناديه عماره. طيب وفي بره مصر بتصدري حاجتك او بتطلعي؟ مش تصدير، الناس بتعمل. طيب. احنا حاجتنا ما بتتباعش غير من خلالنا بس. يعني ما بيطلعش كده شحنه تروح لحد فيبيعها فيحصل اي غش، منعا لاي غش وحفاظا على الجوده بتاعتنا. احنا الناس بتعمل الاوردرز من عندنا وبنشحن لاي مكان في العالم. أوكي. وفعلا في ناس بتشتري من عندنا من كل، يعني من كل، انت شفت اكيد صور. على شفت. ما بنستخدمش كل الصور على فكره، لازم بيكون هم عاملين، لا هم كمان حاطينهم بابليك على الاكونت بتاعتهم. هم ساعات بيبعتوا لنا صورهم بس احنا برضو بنحافظ انه على احترام العميل. انا بشكرك. شكرا. ميرسي على الهدايا الحلوه اللي جبتها لي النهارده. لا ايه. مفتاح الحياه مع عين حورس، بشكرك جدا عليها، وكل ما يبقى في حاجات جديده نحب نشوفك عندنا في 4 شهور. ربنا يخليك، وانا اتشرف ان انا اكون معاك. ده شرف لينا احنا. ميرسي هبه النادي، مصممه الحلي والمجوهرات، باكيزه هانم جولري على وجودها معانا النهارده بالمنتجات الرائعه. هنسمع اغنيه، بعد الاغنيه نرجع نلعب شويه رياضه مع كابتن احمد طلعت اخصائي اللياقه البدنيه، ومعاه كابتن مغربي وكابتن بريزي. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. الهوى قلبي والحلو وش داري، وانت
ارتاح نخبي على بعضي ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى حبينا ودارينا وليلنا بيطول ويا ريت ما خبينا على بعض من الاول وصبرنا ما لقينا الصبر بينول وقلوبنا وعنينا مش راضيه تتحول ضيعت ايامي من شوقي وهيامي وانام باوهامي واصحى على ناري على ناري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى